طبعا الاوتفيت مال الحفله واخيرا لقيت المكان يا هلا والله متابعيني الابطال الحلوين، وما راح اقول هالمره طلاب لان هالمره هذا الفيديو لكل المتابعين اللي متابعيني على قناتي باليوتيوب. هاي اول فلوج الي باليوتيوب، وبصراحه انا يعني بحياتي كلها ما مسوي فلوج، بس هسه لين هذا اليوم هو اعتبره يوم مهم بحياتي فقررت انه اصوره فلوج. اني رحت لمصر، حاليا انا بمصر بمنطقه اسمها الجيزه اللي هي اعتقد اسمها 6 اكتوبر. احد يعني احلامي انه اروح حفله لعمرو دياب، واليوم ان شاء الله راح احقق هذا الحلم. هذا الفنان اللي هو انا بصراحه حافظ كل اغانيه وفناني المفضل. الحفله تقريبا الساعه بال11، وهسه راح ان شاء الله ابدل واروح لها يعني تقريبا بعد كم ساعه وتبدي. زين، فراح اراويكم تفاصيل هذا اليوم كله، وهذا البلوج راح انزله على اليوتيوب. طبعا السفره مو طويله، يعني سفرتي لمصر هي عباره عن يومين، وهاي اليومين طلابي ببغداد عندهم امتحان، يعني مسوي لهم امتحان فاينل، فاستغليت هذا الشيء لان تعرفون احنا كمدرسين ما نقدر يعني نسافر لان وقتنا كله بالمعاهد. فهي يومين مجرد يعني اليوم الاول حيكون للحفله، اليوم الثاني بعد ما ادري اصور لكم اياه لا انا ومزاجي. زين، فهسه خلي اراويكم شنو اللي يعني راح البس الاوتفيت مالتي مال الحفله. طبعا الاوتفيت مال الحفله شنو؟ تي شيرت بأغاني عمرو دياب كلهم، زين، وباسمي همين، وين اسمي؟ وين وين وين؟ هذا مهم المهدي. هذا طبعا الظهر حيكون، وهذا هنا من يعني طبعا انا يعني والله اتمنى البس هذا هيك يعني البسه بالعكس، يعني هذا تكون الواجهه بس ما اقدر، يعني هو التيشيرت هيك تصميمه. زين، فهذا راح يكون هو الاوتفيت مالتنا. خليه بس باعوا الاوتفيت طبعا من بين عمرو دياب. زين، ان شاء الله الحفله تخبر. طبعا اللي ما يعرفني، هاي اول مره يدخل علي باليوتيوب، انا مدرس رياضيات ومحتواي ابد ما يشبه هذا الفيديو. طبعا خليني اسولف لكم سالفه. طلعت وصيت تاكسي من اوبر، فطلع لي بالاختيارات مطار. تدرون بي انا احب المغامرات وحنروح بمطار للحفله. هنا الاخ من مصر، شنو اسمك؟ محمود. اريد قوله فول، انا رايح لحفله عمرو دياب. لنا الشرف. زين، واني كل من عشني يعني عاشق لعمرو دياب. العراق جاي على موده. نور مصر كلها. شلون الجوله راح تكون؟ اللو ايجيبشن. حبيبي حبيبي. خليني اسالك، تتصرف عن العراق؟ مطربين. اعطيني فنان تعرفه بالعراق. اقول لك. كاظم السار اكيد. كاظم السار عليهم. منو بالله؟ حمزه المحمداوي هذا الولد. ذاك اليوم وصل هم قال لي عليه. ما اعرف. زين، محمد السالم. يغني الف 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 وين وين؟ بعد ما تعرف؟ مفيش؟ زين، خلي انا اعطيك اسماء والله شوف تعرفهم. حسام الرسام. وفي واحد غنى مع محمود تركي. غنى مع منو؟ لا، في واحد غنى مع مغنيه مصريه. محمد سالم هو. تمام. اي محمد سالم اسمه. بس هذا تعرف؟ زين، اكو واحد عندنا اعلامي هم مصر يسوي. ما تعرفه؟ شلوني. زين، تعرف كلمات بالعراقي ولا لا؟ لا راح اعلمك على كلمه. شلونك؟ شنو يعني شلونك؟ شلوني يعني زين. شكو ماكو؟ يعني بتعمل ايه؟ اي شكو ماكو؟ صرت عراقي. ما احنا ما ادري مسوين ندوه مال عقار ما ادري شنو. المهم راح قالوا لي اللي قدام الحفله، اعتقد مو بهذا المبنى يعني غير مبنى، فخلينا نشوف رايحين نشوف مكان وين. طبعا هنا لقيت ندوه
ما ادري هاي الندوه على العقارات ما ادري كل ما اطلع القناة ندوه شوف ما افوت بالنص طبعا طلع المكان غلط زين ها شوي ضوء هواي اي المهم طلع المكان غلط وهسه وصلت تاكسي من جديد يلا خلينا نشوف والله خبرني هذا بالمطار كرسي يقول لي ليش ما تتزوج ما تتزوج يا معود دعوني هسه ما تقول ليش فيك لا يا عم ما ادري شنو ما ينفع يعني مشكله اول مره اصور فلوج يعني ما اعرف اجواء الفلوجات شنو اي ابو تاكسي يقول لي ماكو احد ماكو حفله عمر جابو ماكو احد فخلينا نسال نشوف شنو القصه قال للمره الثانيه طلع اللوكيشن غلط لو بهذا شلون خوفني يقول لي الحفله باكر يا ابو شنو الحفله باكر معود اليوم الحفله قال لي لا ساعه خطيبتي دحكي قالت الحفله باكر طيب معود شو دوخر طبعا طلع اللوكيشن مو هنا انا ما ادري منطقه اسمها الصحراوي او هيك شيء وام راح اوصل التاكسي الثالث ادعوا لي انه المكان المره صحيح لا يا اخي ده اللي بيطمني هو مش بس اكو هناك هاي ابوي بركه الله هي هاي الحفله انا احس هذيك مستحيل هاي الابوي الا تبع حفله قلنا اروح يعني طريقي غوب وصحراوي هاي الحفلة هاي يا ابا هاي اكيد مستحيل هي مو هي يعني هنا للمكان هناك هوسة ارتاح قلبي من شفت الهوسة زين هذا المكان اللي حيصير فيه الحفلة واخيرا لقيت المكان وهسه رايحين للحفلة طبعا الطريق كأنه ما رايح الملعب يعني مسافة كلش كبيرة والجو حلو ومتحمس كلش اي هذا المكان الحفلة راح تصير شوف الاجواء عمرو دياب اولي شنو هاي انا من هسه متحمس من هسه متحمس يابا معقولة لا راح يجي ثانية واحدة بس الراجل دوت يمشي يلا امشي بص انا راجل كلام عمرو دياب عمرو دياب راح يشوف هذا؟ اه قله قله الولد هذا من العراق من عشقك احلى عليه حبيبي حبيبي هون جماعة عمرو دياب شافوا التيشيرت قلت يابا احنا نموت عليك بالعراق غير يجي وش وقت يجي وعلى الاجواء انا بلوج على اليوتيوب يلا اعطيك لي صور يعني اقدر اخذين صور هاي على اليوتيوب هذا على اليوتيوب راح ينزل مصور مال الحفله حبيبي جاب الاجواء شقاقيه بس ماكو سينجل كلها مرتبطين شوف كلها كابلات بس ثاني وحده وراح يجي دي جي ورا عمرو دياب همين معروف من ساوث افريكا Thank you.
حين يغني ينجح لأن ربنا مدينه طلبة. And although he sings in Arabic, his music has been translated into 7 languages. مع صدور كل شريط جديد للنجم المصري عمرو دياب يتم تسجيل بعض أغانيه على صفحات الإنترنت. عمرو دياب عن أغنية نور العين. قائد ما يمكن أن نسميه بسلسلة أنا مهما كبرت صغير أنا مهما عليت مش فوق مش ممكن يوم نتغير دي الدنيا غروب وشروق أنا مهما كبرت صغير أنا مهما عليت مش فوق مش ممكن يوم نتغير دي الدنيا غروب وشروق اليوم والأمس وبكرة في عيونكم كانت فكرة شايلين في القلب الذكرى باين في عنينا الشوق يا عيون بالحب توافي فاتت أيام وسنين فاكرين العمر الدافي شايلين في القلب حنين ومهما نقول مش كافي في قلوبنا انتم عايشين انا مهما كبرت صغير انا مهما عليك مش فوق مش ممكن يوم نتغير الدنيا غروب وشروق عليكم جميعا ومبسوط ان انا مع اصحابي وحبايبي النهارده بشكر انغامي اللي اتاحت لي الفرصه اشتغلنا معه مع بعض كله الله طبعا انتم عايزين ايه النهارده في اغاني جديده ولا قديمه ولا عموما مش هنطول قديمه يا معود يلا طب عندنا الاغنيتين ثلاثه اللي في الاول دول اللي بنسخن بيهم بس يلا بينا حبة في حاجات مش ممكن تستنى
أنا أشعر بفرح مو طبيعي حاليا يعني واحدة من أحلامي تحققت. عمرو دياب تعال فين تعال فين وين عمرو دياب صح صح أغنية جديدة خلينا نشوف شنو يا حبيب والله ما كان على بالي يا
لا ما انا الفترة دي لما هنبتدي من أول ما قابلتك يعني بقى بعيدة أوي ها؟ أول في لحظة عايزة اللي يعدل ليلك ويسند يشيلك وفي وسط زحمة حياته يجيلك يحميك بقوة مالكش إلا هو في حد لما تخبط هيفتح يقابلك ويفرح من قلبه عايز يشوفك بتنجح يساعدك بفكرة معاك خطوة خطوة ده ما سابكش مرة امبارح وبكرة يلا في حياتنا ناس هم الأساس سابقين معانا دايما جنبي مني شجعتني صدقتني سندتني ما وقعتش في يوم فيها قوه بتبني فيا والنجاح بسببها هي كلكم وحبيبتكم بصوا بقى في ايه يلا احكي اغنية قلتها تهتني بقى قلتها مع عند عمرو منسى ايه جونة كنت تاني مرة غنيها غنيها قبلها باسبوع كان في البحر الميت احكي قصة الاغنية قديمة اغنية قديمة ماشي بقى عارفينها شنو هي؟ لقيتها طبعا شنو هي؟ والشوق اللي مالوش حدود بصراحة كل صراحة أنا مغرم بعنيك وحلاوتك وحلاوتك والشوق اللي مالوش حدود بصراحة بحلم لا لا مش بحلم قلبي لا بقول لك ايه ما تركز مع قلبي منصور تركز مع قلبي المفتون مجنون بيكي يا اول غنوة بغنيكي من قلبي القلب اكتروالي ودي الشوق هايم حواليك وحلاوتك والشوق اللي ملوش حدود
حواليك يلا أحب حلاوتك وحلاوتك والشوق اللي ملوش حدود بصراحة كل صراحة أنا مغرم عليك خلصت الحفلة وخلص الفلوق مالتنا ان شاء الله راويتكم يعني اني اعتبره يمكن احلى يوم بحياتي هذا اولا لان اني كلش احب هذا الفنان متصورون يعني ايش قد يعني كانت امنيتي انه احضر له حفله لايك سبسكرايب بعد ما اوصيكم تحياتي لكم ان شاء الله استمتعتوا بالفيديو.